بصوا انا عندي اصل كم افكار غريب مذهل، عدد مذهل من الافكار شغال في دماغي وانا بتكلم مع حضراتكم. بس يمكن من ابرز الحاجات اللي بفكر فيها هي فعلا الحوار الوطني. انا بكلمك بجد والله العظيم بامانه، مش مجرد ان احنا بنتكلم على الجلسات بتاعت الحوار واهم الملفات وما الى ذلك، بس المحور السياسي اظن يشغل ناس كتير زي حالاتي. ويمكن من ابرز الملفات ملف الاصلاح السياسي لو صح التعبير يعني. طب خليني بس اخد معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ وطبعا رئيس تحرير الشروق. اهلا بيك يا استاذ عماد. اهلا بيك استاذ يوسف، تحياتي ليك. صوتك وحشني، ما شفتكش ولا سمعت صوتك من زمان. لا تشاء والله، وانا مفتقدك يا رب يخليك. تحياتي ليك وكل الساده المشاهدين. استاذ ربنا يخليك يا استاذ عماد. استاذ عماد، ملف الاصلاح السياسي، وانا هنا بسال استاذ عماد مش بس عضو مجلس الامناء لكن كمان السياسي وعضو مجلس الشيوخ، كمان الكاتب والمحلل ورئيس التحرير، كيف يرى الدكتور عماد تناول استاذ عماد تناول ملف الاصلاح السياسي بوصفه كده الاصلاح السياسي؟ ده سؤال مهم يا استاذ يوسف، اشكرك عليه، لانه عدد كبير للاسف محدش واخد باله او حاطط هذا الموضوع في السياق ده. بمعنى انه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مره قال الناس كثيره بيقولوا ان احنا كان المفروض نعمل الحوار ده من بدري، واحنا ما عملناش هذا الحوار لاسباب كثيره منها تحديات الارهاب وتحديات التنميه، لكن في النهايات عمل الحمد لله. والقاعده الشهيره انك تعمل الحاجه متاخر افضل من انك ما تعملهاش خالص. وفي طبعا جدل بين العدد من الناس للاسف الشديد اللي هم يروا الامور بمثاليه مفروضه غير موجوده في ارض الواقع، انه اما ان احنا نعمل كل شيء وما نعملش. السياسه ما فيهاش هذا الامر. في اللحظه اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن فيها عن حوار وطني في 26 ابريل 2020، ده كان قرار وتوجه انه هيبقى فيه بدايه اصلاح سياسي. هكذا شفت انا المساله. البعض شايف انه لا مش صح مش بتاع، لا، طالما ان الناس قعدت وجت مجلس امناء مشكل من عدد من تيارات سياسيه مختلفه، قعد سنه يتناقش ويعمل في جلسات 24 جلسه، وفي اسبوعين فقط اتعمل 24 جلسه اخرى من نقاش حقيقي بين قوى سياسيه اتكلمت في كل شيء، وهذا الكلام مذيع على الهواء في قناه خصيصا لهذا الامر، وكل وسائل الاعلام اهتمت بيه، وبالتالي ده جزء من يعني الاصلاح السياسي ما تمش كامله، لكن جزء من بدايات اصلاح سياسي. هل ان انا اقول زي ما بيعمل البعض انه لا ده مش كافي؟ ممكن ما يكونش كافي دلوقتي، بس ما فيش حاجه في السياسه بتدوس عليها بزرار بتتم. ان يجتمع الناس تحت قبه يعني تحت سقف قاعه واحده ويتحدثون ويتجادلون ويتكلموا في كل الموضوعات، ده تطور مهم جدا، جزء من الاصلاح. دورنا كلنا ان احنا نشجع ده حتى نصل الى نهايه المرحله ان شاء الله. طيب استاذ عماد، انا هفكر معاك بصوت عالي واسمح لي اخد راحتي بقى حتى انا فكيت الزرار بتاع الجاكيت. اتفضل. الراي والله اصل الحكايه دي عامله لي فعلا هم كبير بامانه شديده يعني. الرئيس وجه بالحوار الوطني يوم 26 ابريل 2022 واعاد تفعيل لجنه العفو. انا بشوف انه حتى مساله انه ان نبدا متاخرين خير من ان لا نبدا ابدا برضو مش دي الحسبه، لانه السؤال وايه هو معيار التاخر؟ يعني هو الاصلاح السياسي حصل في اوروبا فورا بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه؟ لا، والا ما كانتش قامت ثوره الشباب في 68 طبعا. وما كانوش انتقدوا شارل دي جول، وما كانوش وصفوه بانه متعسف وقمعي، وما كانش وصل ترامب للسلطه لو الاصلاح بيتم مره واحده وبينتهي. الشعوب في دورات، الناس علماء التاريخ بيقولوا ان الشعوب بتمر بدورات متعاقبه. بغض النظر احنا مش هندخل في هذا الجدل اللي بره، لكن في النهايه انت وانت دايما بتتكلم انت، يعني انا اقصد المصريين، انت عليك ان تنظر لده من واقع المجتمع المصري. عشان كده انا بشوف ان احنا ما بداناش متاخر. المعيار ايه في كلمه متاخر وبدري؟ أنا ما بدأتش متأخر، أنا لما بنيت مؤسساتي وحطيت البلد على أول السلم أبدأ أشتغل على الإصلاح السياسي أو اللي إحنا بدأناه الحوار الوطني. هنا
انا بقى مش بتكلم على مجلس الامناء، لان انا بشوف فعلا ان مجلس الامناء عمل دور فعلا والله ما هي مجامله تاريخي، علشان نوصل انه بعد سنه نقدر نقعد كلنا سوا داخل هذه القاعات ونتناقش بمنتهى الحريه ودون سقف. لكن انا اللي بفكر فيه مع حضرتك استاذ عماد، وعارف انك هتفهمني، احنا بنتكلم، احنا بقى الناس المتحاورين او الصحفيين او المواطنين، احنا بنتكلم على اصلاح سياسي بمبدأ التدوير. يعني احنا طول الوقت عمالين بنعمل عملية ريسايكلينج لنفس الافكار، هي هي اللي بنتكلم فيها بقالنا 80 سنة دون مبالغة. تمام. يعني 80 سنة بنفكر ازاي نعرف نعمل عملية تدوير لهذه الافكار. وبقيت خايف او بقيت استشعر، وساعات بلمس ده، أنا ما عنديش لا تفكير ولا تفلسف سياسي، هو فين التنظير السياسي في مصر؟ وفين التفكير السياسي في مصر؟ وفين الفلسفة السياسية في مصر؟ يعني فين اللي هقدر أقول إنه النهاردة خلال 10 سنين فاتوا أصدر لي عنوان في فلسفة سياسية أو تفكير أو تنظير؟ عنوان واحد، كتاب يوحد الله. هل صدر حاجة زي كده وأنا ما أعرفش؟ وإذا ما صدرتش يبقى احنا ازاي رايحين نقعد نتفق او نختلف؟ ده احنا بنعمل عملية تدوير للأفكار. انا متفهم جدا الكلام اللي انت بتقوله، وعلينا ان احنا برضو نضعه في السياق العام. السياق العام ده نعم هناك تقصير الحركة السياسية المصرية بعافية شوية، والأحزاب بعافيتين، وهي وانا كتبت ده بوضوح، هذا الامر تتحمله الاحزاب وتتحمله الحكومه. مهم جدا ان احنا نبقى مدركين ان احنا نبني حياه سياسيه صحيحه وسليمه. لو نتذكر مع الفارق بناء حياه سياسيه سليمه كان جزء من اهداف ثوره 23 يوليو على ما اتذكر، ونعرف ما جرى بعد كده. الفكره الجوهريه، كلما كان عندي هذه الحياه السياسيه الحقيقيه السليمه، كلما فتحت الباب او الطريق على اي قوة سياسيه ظلاميه تاتي وتحاول ان تكرر ما فعلته قبل ذلك في سنوات مختلفه. بس هذا الامر بيحتاج شروط وقواعد اساسيه عشان اقول نعم الحركه السياسيه مقصره في التنظير وفي الفلسفه وفي هذا الكلام. قد لا يعني الكثير رغم انه مهم جدا، بس على الاقل كمان في ان هي تروح للجماهير بجد. انه انا لما عندي دلوقتي 84 حزب رسمي، وهناك كلام ان هم 104 حزب رسمي وتحت التاسيس، مدى قوه هذه الاحزاب ايه؟ عدد الاضويه الحقيقيه فيها قد ايه؟ هل ليها صلات حقيقيه بالشارع ولا لا؟ في تقديرات بتقول، سمعت هذا الرقم من ضياء رشوان في احدى جلسات الحوار الوطني، انه حجم العضويه في كل الاحزاب المصريه المجتمع لا يزيد عن 1.5 مليون اظن او اقل. في بلد فيها 105 مليون. طيب وكما تعلم عدد من الناس كثير، بعض الناس بينضم الاحزاب ظنا ان هي الطريق الى الترقي او التوظف او الحصول على منفعه. طيب هل ده يقود الى حياه سياسيه حقيقيه؟ وايه هي الشروط؟ وده بالمناسبه طبعا ده جزء من النقاش اللجنه السياسيه في المحور السياسي في موضوع مهم عند الاحزاب بيناقش هذا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. لكن مهم جدا ان احنا، انا من انصار وقد لا يعجب هذا الامر الكثيرين، الهندسه السياسيه مش هينفع تنص مره واحده للمرحله السويديه او النرويجيه او الامريكيه في العمل السياسي. اذا كان هذا صحيح، بس في نفس الوقت ما ينفعش ابقى مصاب بجمود وقاعد ساكت اقول والله بعد 10 سنين يبقى عندي تصور ان عندي حزبين ثلاثه حقيقيين. عندنا احزاب كثيره كبيره وتاريخيه ولها كل التقدير والاحترام، لكن انا اشكك في مدى قدرتها على وجود جماهير حقيقيه عندها. هل دي مشكلتها وحدها ولا مشكله الحكومه؟ هذا موضوع جدلي يطول شرحه، بس الواقع بيقول احنا ما عندناش قوه سياسيه قويه حقيقيه تقدر تنزل والجماهير تروح لها في ندوات ومؤتمرات، والجماهير دي تعني ان هي تروح تدفع اشتراكات لان هي تؤمن بالبرنامج بتاع حاجه العزل، مش رايحه الوظيفه او ترقي او حاجه زي كده. ايوه. وبالتالي مفهوم عندي ان انا السياق على بعض، ازاي اقدر اعمل حياه سياسيه حقيقيه؟ ازاي الحياه السياسيه دي ما يسيطرش عليها فقط بتوع راس المال الغني جدا او بتوع الافكار الصوبويه، تعالى وانا هدخلك الجنه. دي حاجات اسئله عميقه جدا، انا اظن ان هي محتاجه
نبقى حاطين ايدنا عليه عشان نقول احنا عايزين نروح فين بعد كام سنة على الأقل. صحيح. والله يا أستاذ عماد، يعني خليني أول هشكرك، بس أنا حقيقي بجد أظن أنه آخر حد أنا قريت له على الأقل فلسفة أو تنظير أو تفكير سياسي، يعني مفكرا سياسيا يكتب في التنظير وفي الفلسفة السياسية، دكتور محمود أمين العالم. يعني